طابت أوقاتكم. لليوم الثاني على التوالي، قوات الأمن الكردية تستخدم القوة لتفريق التظاهرات والاعتصامات المناهضة لنظام الادخار الإجباري. ما هو رأيك؟ عدنان أو حيدر عدنان، طريق القوة قد يؤدي إلى نتائج سلبية تؤدي بظلالها على استتباب الوضع في الإقليم، وطريقة جيدة هي محاولة حكومة الإقليم تلبية طلبات المتظاهرين، خصوصا وأن حكومة بغداد أوفت بالتزاماتها تجاه المواطنين الكرد، والكرة أصبحت الآن بملعب حكومة الإقليم. حسين زهراء، يعتبر هذا الإجراء ديكتاتوري لأن الأكراد لهم نسبة من الموازنة العامة للبلاد والسياحة، يمكن لهم أن توفر عيش رغيد، استخدام القوة سيخلق أزمة وتسبب لهم في مشاكل أمنية للمناطق المتظاهرة، وبإمكان حكومة الإقليم عقد جلسة طارئة لاحتواء الأزمة والحفاظ على أمن الإقليم. نصير فخر الدين، القوة تؤدي إلى احتقان شعبي لأن لكل فرد ردة فعل، رد فعل يعاكسه بالاتجاه ويساويه بالمقدار، خصوصا أن هناك معارضة من قبل الأحزاب ضد حكومة الإقليم، فتستثمر قمع المظاهرات ضد الحكومة في الأيام القادمة للاستفادة منها انتخابيا. أما في تويتر، معا علي الجبوري، الوضع السياسي والاقتصادي في كردستان مرتبك، وحكومة الإقليم لديها أكثر من إشكالية محلية وإقليمية، كما أن الموقف الكردي غير موحد، وتخشى حكومة الإقليم من انفلات الأمور وحصول ما لا تحمد عقباه، لذا تضطر للتعامل بحزم مع الأمر لفرض السيطرة لحين تسوية الأمور مع الحكومة الاتحادية. مازن الساعدي، مخالفة دستورية واضحة، وهذه الإجراءات أنا أعتبرها ديكتاتورية حزبية، لذلك ينبغي محاسبة سلطة الإقليم من خلال البرلمان العراقي على اعتبار أنه أعلى سلطة رقابية في البلد. أخيرا محمد المياحي، الشعب الكردي جزع من ظلم حكومة الإقليم التعسفية، وطريقة القوة ستزيد من الأزمة، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتدخل في هذه المظاهرات وحل النزاع بينهم، لأنهم ناس خرجوا بعدما نفذ صبرهم. أين ذهبت أموال النفط الذي كان يصدروه وأموال المنافذ الحدودية والمطارات؟